السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام مستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التواصلي إطلالة على مغاربة العالم. موضوع الحلقة اليوم هو واحد الموضوع اللي شائك وحساس. هذا الموضوع هذا هو موضوع الاضطرابات النفسية واللي كيتعرف باسم التوحد. بغينا نعرفوا كذلك معاناة هاد الأسر هادي ديال هاد الأطفال هاد. باش نتعرفوا أكثر على هاد الموضوع هذا كنستضفوا في الحلقة الأسبوعية الأستاذ بدر الدين أيت الخوي. مرحبا سي بدر الدين. مرحبا الله يبارك فيك وشكرا على الاستضافة وشكرا للمغاربة العالم اللي غيتبين البرنامج ديالك. مرحبا. والجالية المغربية المقيمة بأسرة ديالها. مرحبا مرحبا. بداية سي بدر الدين أبغيناك تعرف المستمعين أشنا هو التوحد؟ التوحد باختصار وعلميا هو اضطراب نمائي تيمس نمو العقل عند الأطفال، وباش نشرحه ببساطة هو أنه الوليدات تيتزادوا تيكون عندهم واحد مشكل في واحد الجهة في المخ، والسبب هو انه قله الاكسجين ما توصلش لهذيك الجهه هذيك، وهي اللي تكون من سبب من بين اسباب ديال التوحد. علميا هو اضطراب نمائي تيمس العقل ديال الانسان. نعم. اذا تزادوا به تكبروا به وتموتوا به. نعم. غير هو تختلف من شخص لشخص، والنسبه ديال التوحد تختلف من شخص لشخص. نعم نعم. غالبا سمعنا بان العائلات وخاصة الوالدين ديال هاد الأطفال هادي كيعاني واحد المعاناة اللي هي صعبة جدا. يمكن لك يعني تحدثنا شوية على هاد المعاناة اللي كيعاني هاد الأسر؟ منطقيا هي معاناة ديال الأسرة بأكملها. نعم. أي أسرة عندها وليد من ذوي الهمم أو ذوي القدرات الخاصة ولا شخص طفل من ذوي التوحد، هي معاناة تتبدأ أولا من التعرف على التوحد، نسبة التوحد ديال الطفل تتبدأ بمشكلة التشخيص باش تقوم تشخيص مكلف، أنه خاصك تمشي عند طبيب مختص نفساني سكون أبل البيدوبسيكياتر هو اللي غادي يشخص التوحد، وتتبدأ تدوز تاني المرحلة ديال التكفل ديال طبيا ومجتمعيا واجتماعيا واقتصاديا باش أنه تتحاول تعالج النسبة ديال التوحد اللي عندها. طب هو باش يكونوا باختصار نقول أنه التوحد هو اضطراب نمائي مكلف جدا. نعم. بالنسبة للأسرة، ومعاناة ماشي معاناة محدودة الأمد، ولكن كما تقولوا معاناة ديال الأسرة مدى الحياة. نعم. مع الشخص من ذوي طيف التوحد. نعم. هذا اللي تخلي أنه التكلفة تكون باهظة. نعم. باهظة وماشي في متناول أي عائلة، وتنقولوا التوحد هي الإعاقة التي تفقر. نعم. نعم. ولو أنه أنا شخصيا لا أؤمن بمبدأ الإعاقة، حتى ماشي إعاقة واضطراب نمائي، ولكن تم إدخاله في ما يسمى بالإعاقة الفكرية. نعم. الإعاقة الفكرية التي تفقر حتى التكلفة ديالو، تكفل بأي طفل من ذوي التوحد مكلفة جدا. نعم. ماشي في متناول المواطن المغربي كما بغى يكون شريحة ديالو، سواء كان الفئة الفقيرة والمتوسطة ولا الغنية، ومكلف جدا. نعم. هذا اللي كاين. نعم. هذا الجانب هذا ديال التكلفة إلى غير ذلك، ولكن هناك جانب اللي هو جد مهم، وهو ديال هاد الوالدين وكذلك الأسرة اللي كتعاني مع هاد الوليدات ربما 24 ساعة على 24 ساعة. صحيح. انا تنقول باش نضيف لهاد النقطه اللي قلتي، يعني تنقول المعاناه ديال الاسر ماشي 24 24 ساعه، ولكن 48 ساعه على 24 ساعه. لانه تلقى الاسره تلقى راسها محاطه بواحد السياج ديال التوحد اللي اضطراب نمائي غامض. الاسر ما مكوناش في المجال باش تقوم بوليدتها. الوسط المجتمعي في المغرب مازال غير مؤهل انه يتقبل وليدة
البنات اللي عندهم ذوي طيف توحد. نعم. لا الحكومه ولا الدوله ولا الوزاره الوصيه مازال ما وصلتش لهذاك الكرابي لو توب نيفو ديال انه تقبل هذه الوليدات وتعرف انهم مواطنين نشيطين في المجتمع. تم التصنيف ديالهم في مجال الاعاقه تو سامبلومون، والاعاقه راك عارف البلدان الناميه اعاقه انسان ذوي الاعاقه راه انسان غير منتج. نعم. هذا هو الاشكال اللي كاين بالنسبه للتوحد وبالنسبه للاسر، معاناه الاسر مع وليدات اللي عندها التوحد. نعم. وكذلك حتى كنلاحظوها من الجانب الاجتماعي، كنشوفوا كذلك حتى يعني هذاك التموقع ديال هاد الاطفال في على المستوى الاجتماعي، كنحسوا بان هذوك الناس جيران وكذلك الوليدات في المدارس او غير ذلك انهم غير قابلين انهم يتقبلوا هاد الوليدات هذا، وكيحاولوا انهم يوضعوا عليهم شويه التنمر الى غير ذلك. صحيح، هذه الصوره النمطيه ديال المجتمع ديالنا ماشي جديده، ولكن مرتبطه بثقافتنا الثقافه المغربيه، حيت كما قلت لك وانه النظره ديال المجتمع لهذاك الشخص اللي مداوي الاعاقه ولا ذوي التوحد لهذا نظره دونيه. نعم. تحسب انه غير منتج، اضافه المعتقدات التقليديه اللي كاينه في المغرب، وانه كاين خاصه في الباديه تيكون وليد عنده التوحد ولا شنو تيقول لك هذاك الوليد راه فيه المس ولا دار الجن كما تنقولوا بالدارجه. نعم. دونك مازال هذيك الثقافه القديمه مازال مسيطره على العقلية المغربية فيما يخص الملف ديال التوحد المغربي. نعم. وحتى النظرة ديال المجتمع حتى في المتمدنة اللي في المدينة أنه تتشوف أنه كاين بعض الأسر ما عارفين شنو التوحد، ترد الفعل ديال الأسر وهذا باختصار باش ما نطولش، هو أنه تتشوف هذوك الوليدات بحال دي فانتوم. أشباح. نعم. ماشي. كيسميهم بحال دي مانغوليان. ما تيتمش التقبل ديالهم. نعم. كمواطنين. نعم. اوكي داوي كبشر. حقوق. نعم كبشر. كإنسان. كإنسان. نعم. هذا هو كبشر. وي جوستومون. هذا هو ما كاين الأسف، ولكن غير النظرة بدات تتبدل بشوية بيان سيغ، العقل تتبدل. ماشي ما بقاش هيك النظرة الدونية 100% ديال هذا، كاين شوية ديال الوعي، كاين شوية ديال التحسيس، كاين شوية ديال بالنسبة للدور ديال الوليدات من ذوي التوحد، كاينين حالات اللي تخادو كأمثلة ناجحة في المغرب. نعم. اوكي باش تعطي هذيك الصورة الإيجابية ديال هذاك الشخص اللي عنده التوحد أنه حتى هو راه إنسان، راه مواطن مغربي منتج وتلعب الدور ديالو في المجتمع إضافة للأسرة ديالو. نعم. هاد الفكرة هذه كتحولنا إلى نقطة أخرى اللي بغينا نتعرفوا عليها من خلالكم، وهو واش الحكومة يعني المغربية كتقدم شي مساعدات أو برامج لهاد الأطفال ديال التوحد والأسر ديالهم، كما هو معروف مثلا عندنا في الدول المتقدمة خاصة أستراليا والدول الأخرى. هو باش لا مجال باش نكونوا صراحة، لا مجال المقارنة ما بين دعم الحكومات المتقدمة كأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدول العظمى مع المغرب اللي بلاد الله في طور النمو، مازال ما كانش شي دعم اللي دعم كما تنقول دعم صحيح بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة على العموم وذوي التوحد. يلاه كاين حيت حتى الملف ديال التوحد راه ماشي ملف قديم، الناس ما كانتش تعرف التوحد في المغرب، بدا الملف ديال التوحد حتى 2006 عاد الناس وعاد الجمعيات ولات يتكونوا في المجال، عاد ولات عندنا واحد البنيه ديال جمعيه المجتمع المدني تطراب من اجل الحقوق ديال الاشخاص التوحديين. دونك حتى المسار من 2006 ل 2023 واحد المسار ديال واحد القطار اللي غادي ببطء شديد. نعم. اوكي لا فيما يخص الحقوق فيما يخص الواجبات، لكن للاسف هو انه بالنسبه للحقوق مازال ما وصلناش لذاك الشيء اللي بغينا.
كأوصال الأطفال للأشخاص التوحدين. إحنا في الجيل الرابع ديال الأشخاص التوحدين، نعم، مازال ما وصلناش لذاك الشيء اللي بغينا. كاين مبادرات محتشمة ديال الدولة من خلال وزارة الأسرة والتضامن، وزارة التربية الوطنية. وزارة الأسرة والتضامن قامت بدورات تكوينية في واحد البرنامج سميتو رفيق من أجل إعداد مرافقين للوليدات اللي عندهم التوحد. وزارة التربية الوطنية خدامة على واحد البرنامج ديال ما يسمى بالتربية الدامجة، إدماج، نعم، أنها تحاول أنها دمج الوليدات هادو في المؤسسات التعليمية. ولكن تيبقى داك الشيء نسبيا محتاشين مع عدد الأشخاص التوحدين اللي في المغرب. ما عرفتش واش عندك فكرة على العدد. هو احنا فتنا دابا 700 ألف حالة اللي كاينة في المغرب. دونك 700 ألف حالة راه ساكنة دي مدينة صغيرة، راه كبير. دونك انت نقول 700 عدد كبير، 700 ألف حالة راه ماشي كيستيو، ماشي قضية ديال الحالة بوحدها، ولكن راه أسرة بأكملها اللي تتعاني في صمت. هذا اللي هي، نعم، هذو هما المعطيات اللي كاينة حتى الآن. إذا في هذا الباب، هذا هو اللي خلاك أنك تحاول تبحث وتحاول أنك تعمل بعض الاطلاعات حول فهم هذه المنظومة ديال التوحد، اللي خلاتك أنك تصدر وتألف بعض الكتب في هذا المجال هذا. جيستومون، أنا الانطلاقة ديالي الفعلية في المجال ديال التوحد انطلقت منها كأي أسرة مغربية عندها تتعيش هذه الإشكالية، أنه واحد النهار تزال عندها وليد وتكتشف أنه مختلف على الآخرين وما تعرفش شنو عنده. دونك فجأة تدي عند البيدوبسيكياتر تكتشف أنه تقول لك عنده توحد، نعم، انت ما عارف شنو هو التوحد وشنو هو. كيعاد بدينا هذيك الساعة، في هذيك الفترة هذيك كنت في الأقاليم الجنوبية، كنت في العيون، ومن ثم بدات الانطلاقه ديالي في مجال ديال التوحد من خلال البحث سيغ انترنت، من خلال ارتباطاتي مع مجموعه ديال المنظمات، وهنا مشكوره منظمات اجنبيه خاصه في الولايات المتحده الامريكيه اللي ساعدونا في الفهم ديال طيف التوحد وكيفاش كيفيه التعامل مع الاطفال اللي عندهم التوحد. ومن بعد الرجوع ديالي من الاقاليم الجنوبيه من العيون للانقباض في 2013، قلت هذيك التجربه اللي كانت عندي في العيون علاش ما نحاولش انه نترجمها من خلال الاصدارات داخله في اطار ما يسمى بثقافه الاعاقه من اجل التحسيس. حيت لاحظت انه في الاصدارات المغربيه ما كاين نقص في هذا المجال هذا، كاين غياب تام الكتب المغربيه، ما عاد تلقى دي ليبر كتب مترجمه امريكيه ولا فرنسيه، ولا ما عندها شي علاقه مع الواقع المغربي. انا جاتني فكره هذيك التجربه اللي كانت عندنا في الاقاليم الجنوبيه حاول نترجمها من خلال الكتاب ديال كتابي الأول مومو جو مابيل و كيس جو سوي، عنوان يعني فرنسية، مومو اسمي توحدي أنا، اللي من خلالها حاولت أنه أنا الكاتب ولكن ماشي أنا الراوي. عطيت الحكي لمومو هو اللي يحكي هذاك المسار ديال واحد الأسرة، نعم، اللي واحد الصباح اكتشفت أنها ولدها عنده التوحد، وبدات هذيك المسيره الطويله، هذاك السفر الطويل من الاقاليم الجنوبيه للرباط باش تشوف تقلب على البيدوبسيكياتر وتشوف الاخصائيين وترجع عاوتاني وتقلب على المدرسه. دونك هذا سفر طويل، اوكي، من خلال الكاميرا ديال مومو. هو اللي تيدير لو زوم على كل شابيتر من الكتاب. من بعد جات الفكره انه جات انتقادات انه الكتاب مكتوب باللغه الفرنسيه، يعني موجه للفئه الفرنكوفونيه. قلت علاش ما نستغلش الظرف انه تكون نسخه ثانيه بثلاثه ديال اللغات، العربيه والفرنسيه والانجليزيه، هكا كل شيء يقرا وكل شيء يستافد وكل شيء يفهم ويكتشف التوحد كما هو في الارض الواقع. ما كانت هذه النسخة الثانية بثلاثة ديال اللغات. من بعد جا موراها جا ان فيلم دوكيومونتير، الفيلم وثائقي انتاج العنوان ديالو دونت فورغيت مي، لا تنساني، هو عمل مشترك مع صديقة امريكية، انتاج امريكي، مدة ديالو 28 دقيقة. تكلمنا فيه على الدمج المدرسي ديال اطفال ذوي طيف التوحد من خلال شهادة اربع عائلات، نعم، عندهم وليداتهم عندهم التوحد. دونك هذا العمل كامل داخل فيما يسمى بثقافة الإعاقة، والهدف منه هو التحسيس، نعم، والتعريف بالتوحد كما هو في المغرب، نعم، من خلال الصورة، من خلال الكتابة،
أنه المتداول الآن أكثر هي الصورة والفيلم الوثائقي أقرب للجمهور أكثر من الكتاب. نعم. سي بدر الدين، الوقت كيداهمنا، فالحديث جد شيق معك، وغادي تكون معك لقاءات أخرى إن شاء الله باش نفصلوا في هذا الموضوع بالتدقيق إن شاء الله. فغادي نخلي لك كلمة أخيرة. كلمة أخيرة عاوتاني، شكرا مجددا للسي مصطفى من خلال البرنامج ديالو، وشكرا للجالية المغربية المقيمة في أستراليا. مرحبا. وشكرا لكاع الناس اللي تدعمونا سواء من قريب أو من بعيد، سواء في المغرب أو في دول أخرى، اللي تدعمونا نفسيا في هذا العمل التطوعي اللي تنقوم به من أجل إبلاغ صوت أشخاص توحديين وأسر ديالهم في المغرب اللي محتاجين الدعم ديالكم ومحتاجين أنه تكونوا معهم. نعم. باش وليداتنا التوحديين تاهما تكون عندهم مكان في داخل المجتمع. نعم. وما يتمش التعميم ديالهم. شكرا مجددا. نعم. والله يعاونكم. مرحبا مرحبا. إذن فنحن كذلك من خلال هذا البرنامج كان رفع واحد النداء للناس المسؤولين داخل البلد الحبيب أنهم يلتفوا وراء هذه الفئة هذه ويقدموا لهم كل ما يحتاجونه ومن مساعدات وكذلك برامج اللي غادي تخليهم أنهم يحسوا كذلك أنهم طرف من هذا المجتمع. إذن مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، ما بقى لنا إلا أن ودعكم وإلى حلقة أسبوعية مقبلة إن شاء الله وضيف جديد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى الزطاتي الإدريسي من الديار الأسترالية.